هل تغرق ألمانيا أمام سيل للهجرة غير النظامية؟ وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فإن أكثر الجنسيات طلباً للجوء إلى ألمانيا خلال العام الماضي السوريون الذين حلوا في المرتبة الأولى بواقع أكثر من 100,000 طلب لجوء خلال عام 2023، وجاء في المرتبة الثانية تركيا حيث بلغت طلبات اللجوء أكثر من 60,000 طلب، ثم أفغانستان، تليها العراق وإيران وجورجيا وروسيا. هذه أكثر الجنسيات طلباً للجوء خلال العام الماضي، ليسجل المجموع الكلي 351,915 طلب لجوء، بزيادة 51% مقارنة بعام 2022، هذا العام الذي كان قد تقدم فيه ما مجموعه 217,774 شخص بطلب لجوء إلى ألمانيا لأول مرة، وهو ما يزيد بنسبة 47% تقريباً عن عام 2021. هذه الإحصائية لا تتضمن مليون لاجئ حرب من أوكرانيا جاءوا إلى ألمانيا منذ فبراير 2022 وحصلوا على حماية مؤقتة فورية بناء على توجيه من الاتحاد الأوروبي. كل ما سبق دفع وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لدق ناقوس الخطر والكشف عن ضرورة مواصلة العمل للحد من الهجرة غير الشرعية. فهل يكون هناك حل عاجل لتلك الأزمة؟ شاركونا أراءكم.